بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، معالي أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الشقيقة، السادة الوزراء، السادة المفتون، العلماء في كل العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني وأنا أتي إلى مصر لأول مرة في حياتي. هذه البلاد التي حضرناها من غير أن نراها، ولكن كنا نرى آثارها في بلادنا، حيث أكثر من 80% من قيادة بلادنا هم خريجي جامعات مصرية. ولجمهورية مصر العربية جهود كبيرة في جنوب السودان، وهو دعمت الحوار الذي أدى إلى إيقاف الحرب وتوقيع السلام الشامل في جنوب السودان. فلكم منا من كافة شعب جنوب السودان حكومة وشعبا كلهم يكنون الاحترام والتقدير لهذه البلاد المباركة. كوني آتي لمصر أول مرة لا يعني أنني أكره مصر، وإنما أراد الله أن آتي في هذا العام ممثلا للمسلمين جنوب السودان. أمين الإسلام جنوب السودان، وطبعا اسمي يمكن عشان أنا جيت أول مرة اسمي كتب غلط. اسمي عبد الله برك روال، وليس عبد الله برك، يمكن عشان المصريين بينطقوا جيم كاف، لكن أنا عبد الله برك روال، الأمين عام المجلس الإسلامي جنوب السودان. جيت سعيدا بهذا المؤتمر، وأؤكد لكم أن المسلمين جنوب السودان قد استفادوا من جهود علماء المسلمين في العالم، وقد اعتمدنا الاتفاقية الإنسانية بين الإمام الأكبر وبابا فاتيكان. هذه الاتفاقية جعلت الحرية للمسلمين في جنوب السودان، لأننا جنوب السودان هذه دولة كانت نتيجة لحكم حركة متطرفة للسودان لثلاثين سنة، كان نتيجة عن انكسار البلد، لأنهم فرضوا الإسلام فرضا على حسب أيديولوجيتهم، وتركوا للمسلمين تاريخ وإث صعب جدا للمسلمين جنوب السودان، لولا حكمة فخامة الرئيس أفريقيا وسالفة كير ميابيت رئيس جنوب السودان. هذا الرئيس هو مسيحي كاثوليكي، ولكنه أبى أن يظلم المسلمين في جنوب السودان، بل ذهب أبعد من ذلك، هو بيحج المسلمين في كل سنة، بيحج 100 مسلم في كل عام يحج على حسابه، وفي كل عام بيدفع مبالغ ضخمة لتوفير إفطار صائم للمسلمين في جنوب السودان، وأصدر قرارا صارما لبعض من كان تصرف في الأوقاف أن يرجع الأوقاف للمسلمين بقوة أمنية حاسمة. هذه التصرفات الحكيمة جعل المسلمين في جنوب السودان وعددهم يتراوح بين 30 إلى 25%، هم الآن يمارسون عبادتهم بحرية تامة. جنوب السودان لأنها كان جزء من دول عربية، كل سكان جنوب السودان يتحدثون العربية بطلاقة، مسلمين ومسيحيين ووثنيين، كل جنوب السودان يقرؤون الشعر والثقافة العربي، ويسمعون كل أخبار حول الدول العربية. وهذه ميزة في منطقة شرق أفريقيا، لا بعد السودان لا يوجد بلد أفريقي يتحدث كل سكانها بعربية إلا جنوب السودان. ولذلك نحن أقرب ناس لمنطقة عربية، بل جنوب السودان يعتبر بوابة شرقية لثقافة عربية لمنطقة شرق أفريقيا. نحن في المجلس الإسلامي أورثنا مشاكل دينية، حرب باسم الإسلام أكثر من 20 سنة،
خلقت في نفوس غير المسلمين كراهية لكل ما هو مسلم، ليس حب، ليس كراهية للإسلام كدين، وإنما كراهية لما فعله الجماعة الإخوان المسلمين المتطرفة باسم الدين. هذه هذا الإرث الثقيل دفع المسلمون بعضا في أيام ببداية أيام السلام من 2005 وحتى قيام الدولة 2011، واستمر بعض الخروقات هنا هناك حتى والحمد لله الآن مجتمع مسلم يحظى باحترام بفضل حكمة فخامة الرئيس وحكمة قيادات الدينية من مجلس إسلامي ومجلس الكنائس. نحن الآن نعمل جنبا إلى جنب، بل قد شارك أمين عام مجلس الكنائس في مؤتمر العام الماضي في شرم الشيخ، شارك في المؤتمر ومشي بانطباع طيب عن المسلمين. نحن الآن ماشيين لمرحلة تأسيس الإسلام من جديد، ونشكر معالي وزير شؤون الأوقاف والدينية في السودان. نحن قد وقعنا معه اتفاقية تطوير الأوقاف، تدريب الأئمة، ودعم الخلاوة، وهذا اتفاقية بإذن الله تعالى سيرفع من شأن المسلمين. المجلس الإسلامي يعمل في ثلاثة محاور: الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعمل على تطوير القدرات الاقتصادية للمسلمين، ويعمل على التعليم القوي الذي يخرج المسلم المتعلم. نحن نعلم أبنائنا وفق منهج الدولة الذي يدرس، ونحن والحمد لله لا يوجد طوائف مسلمين، ما عندهم طوائف بيناتهم، وهم كلهم على منهج أهل السنة والجماعة، لا يوجد فيه تشيع، وليس لنا من منعناهم، ولكن إلى الآن مسلمين كلهم على منهج السنة المعتدل، وكلهم يعرفون العربية، وكلهم يقرؤون ويكتبون، ومعظمهم خريجي الأزهر والجامعات المصرية والجامعات السودانية وجامعات المملكة العربية السعودية. المجلس الإسلامي ظهر أخيرا في المشتركات العامة، فأعلننا في المجلس الإسلامي خمسة محاور: أعلننا أننا ندعم السلام، وأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وشاركنا في كل جولات التفاوض بين حركات المسلحة والحكومة جنوب السودان، وكان رأينا واضح حتى قدمنا رؤية للأمم المتحدة، رؤية المجتمع المسلم لدعم السلام، ونعم كذلك في دعم الحوار. الرئيس أعلن حوار وطني، وكان المجتمع المسلم أول من بارك هذا العمل، وشاركنا في الحوار حتى يعني اكتمل رؤية المجتمع المسلم في الحوار الوطني. نحن نعمل على دعم المصالح الوطنية. تعلمون أن جنوب السودان كان فيه حرب قبلية، وهذه الحرب كان حرب من أسوأ ما رأيناه، ولكن إخوانكم المسلمين لم يشاركوا في هذه الحرب ولم ينجرفوا في القبلية، وكان قد جلب لهم احترام أن نفس القبائل المتقاتلة تجدهم مسلمون في مسجد متحابين، إخوة يحب بعضهم بعضا، وهذه العملية جلب الاحترام للإسلام والمسلمين، وهم الآن محل إعجاب. كان الناس يقتلوا بعضهم بعضا، ولكننا كنا نصلي في مسجد واحد، وكل أبناء قبائل يجمعهم إننا مؤمنون إخوة. نحن قلنا هذا كلام: ندعم السلام، وندعم الحوار، وندعم المصالحة، وندعم الوحدة الوطنية. لابد أن ننبذ التفرقة، ونقول نحن الله عز وجل أمرنا أن نتوحد، وأن هذه أمة واحدة، وهذه الدعوة وجد استحسان من كافة مكونات المجتمع. وقلنا إذا تم السلام والحوار والمصالحة والوحدة فالنتيجة بكون تنمية شاملة، وذلك ده دعوة لإخوة من دول عربية جنوب السودان بلدكم، ولو جيتك مستثمر ما بتحتاج لمن يترجم لك حتى تتعامل مع ناس. أي واحد في جنوب السودان بكل واحد كان مستثمر وكان عمل خيري ما بتحتاج عشان يترجم لك، بل لغة السوق ما بتقول ديف مي واتا، انت بتقول لها ديف مي، وانت بتطالب حاجاتك باللغة العربية. بل في الأيام الأخيرة كان زمن كله كان في بعض المترفين في الحكومة كان رافضين تربية إسلامية واللغة العربية، وكنا الحمد لله رب العالمين الآن تم اعتماد تدريس اللغة العربية
من سنة 5 إلى الجامعة، وتم اعتماد تدريس التربية الإسلامية من الروضة وإلى الجامعة، وجمهورية مصر العربية مشكورة تكفلت بطباعة المنهج منهجي اللغة العربية والتربية الإسلامية، ولهم منا جزيل الشكر. وأنا بختم حديثي أخوين الإسلام في نظركما أستاذ مفرح وأستاذ مختار، قد جاء قادات السياسيون وقدموا كل ما عندهم، مصر جاءت بكل ما عندها، حكومة سودانية كان وسيطة بسلام، السياسيين جاءوا ولكن لم يأتوا بعد الدينيين. وأعتقد هذا إن شاء الله يكون بداية حقيقية لظهور وزارة الأوقاف. نحن بحاجة لتدريب الأئمة على الاعتدال، بحاجة إلى تدريب الدعاة والوعاظ، بحاجة إلى إزالة أفكار الذي كرسها النظام السابق في بعض الدعاة، وهم الآن يعملون في سر، هم بيعملوا على الناس يكرهوا بلدهم، وبيعملوا على أنه يعني يساهم في 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 معارضة الحكومة، وبيعملوا في دول بدعموهم عشان يعمل على خلق مشاكل. يعني لو كان واحد منهم جاهز كان بيذكر مسالب بيوتنا هدموه، مسلمين منعوهم في حاجات حصلت، دي أخطاء تاريخية غير مقصودة. مثلا كان لما السودان الواحد كان جيش إسلامي وكان القيادات فيها جيش مسلمين، لما تغير الأحوال بقى جيش ما إسلامي، في مساجد في قيادات الجيش، هذه مساجد ما في حد يصلي فوقه. ده الآن بيسوقون لأطراف متطرفة، بيقول الحكومة جنوب السودان صادر مساجد وغلبها البهارات، حكومة جنوب السودان بيقولهم شال أوقاف بدعوات، بيقوم بحمل بين شنو مشاكل عشان يخلق فتنة بين المسلمين وبين الجنوب وبين الحكومة. ولكن مجلس إسلامي وقف أمام هذه الدعوات المغرضة، وعملنا علاقة طيب جدا مع الحكومة، وعلاقة طيب جدا جدا مع مجلس الكنائس، ونحن الآن نتحرك جنبا إلى جنب، لأن هذه الطريقة التي نراها إسلام ما بيمشي إلا في جو معافى والسلام والاحترام والحوار المتبادلة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جمهورية مصر العربية. وأنا سعيد جدا جدا بهذه يعني أول زيارة لحياتي، وأجي كمان أقدم كلام وأقدم كلمتي قدام علماء العالم الإسلامي. جنوب السودان لا يجوز أن يتجزأ من العالم العربي، وبلد بلدكم، تعالوا في كل ما عندكم، ونحن قد مهدنا طريق في تعامل سلمي بين المسلمين والمسيحيين، ونحن إخوة بيت واحد، يكون فيه مسيحي يكون فيه مسلم يكون فيه حتى لا ديني، أبوهم واحد وأمهم واحد، عشان يسوي يحترم بعضهم. هذه هي التصانح الذي نعيش فيه جنوب السودان. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.